لاحظ المجموعة الثانية طريقة وضعها تكون خلف المجموعة الأولى، وأيضا الخروج مثل ما تشوفون من المنطقة البعيدة عليها. لاحظ، فهسه راح نكمل. حطينا، قلنا حطينا اصبع، هسه راح نعطي اصبعين، اصبعين حتى يكون تقعد ورا الثالثة، والخانة الأخرى راح نعطيها ثلاث أصابع حتى يكمل عندنا المجموعة. راح أكمل المجموعة ونشوفكم الطريقة مالتها. مثل ما تشوفون هذا هو القطب الأول بالنسبة للماطور، هذا الماطور 3000 دورة 24 مجرى بقطبين. فإذا نجي نحسب هسه، نحسب المجاري اللي يحتلها الماطور هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ترك بالنص أربعة، وهنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني احتل عندي 12. مثل ما قلنا البداية دائما تكون باتجاه والنهاية باتجاه آخر. فإذا راح أقلب الماطور بهالطريقة وأجي ألف نفس هذا الملف مقابلة بالجهة الثانية. هسه إذا نحسب الفارغات تلقوها 12 مجرى، فراح نكمل اللف ونتواصل وياكم. إذا تلاحظون نفس الطريقة، تركت أربعة بالنص، هاي الخانة الأولى البداية تكون باتجاهي والنهاية تكون باتجاه الثاني. بقت لنا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، نفس الطريقة راح نكمل الملف التشغيل.